أستاذ إسماعيل، بداية كيف تنظرون إلى الملتقى، ملتقى الحوار الليبي الذي انطلق اليوم في تونس؟ كما فهمت من الدكتور جمعة، هذه فرصة لبداية جديدة تجمع الكل الليبي من أجل بناء ليبيا المستقبل، وهناك من المتواجدين 75 شخصية يمثلون تقريبا مختلف أطياف الشعب الليبي. تفضل أستاذ إسماعيل. بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. الحقيقة المرء المثل يقول أن المرء لا يلدغ من شحره مرتين. تجربتنا مع بعثة الأمم المتحدة الحقيقة يعني اليوم شرفت على يعني تلامس 10 سنوات. ما الذي أنتجته لنا بعثة الأمم المتحدة ورؤساءها الذين يتم يعني استبدالهم بين الفينة والأخرى، ما الذي وصلت به الأمم المتحدة حتى الآن؟ الحقيقة الشعب الليبي خاض تجربة يعني غير موثوق بها. الحقيقة الشعب الليبي لا يمكن أن يثق في الأمم المتحدة الحقيقة بعد كل الأخطاء التي يعني تتحملها بعثة الأمم المتحدة، تتحمل جزء كبير الحقيقة منها، لأنها يعني لم تعالج الأسباب جذور المشكلة في ليبيا. يعني أستاذ إسماعيل، هل الأمم المتحدة، هل البعثة، هل ستيفاني ويليامز ستفرض على المجتمعين في تونس ما تريد؟ يعني كل المعطيات وكل الدلائل تشير إلى أن بعثة الأمم المتحدة بالمعايير التي اتبعتها في اختيار هذه الشخصيات التي تحضر الآن حوارات تونس، تقول أن هؤلاء غير معنيين الحقيقة. مع احترام إلى لبعض الشخصيات في من هؤلاء المجتمعين، الحقيقة أن المعايير التي تبعتها الأمم المتحدة أو بعثة الأمم المتحدة لاختيار هذه الشخصيات يعني الحقيقة لا تفيد ولا تجدي، لأن أغلب هؤلاء الحقيقة هم ليسوا لديهم أو ليس لديهم نفوذ، ومنهم من ترك السياسة، ومنهم يعني من أنصار النظام السابق الذين ليس حتى لديهم وجود على الأرض. يعني هناك من غادر البلاد ويعني منذ سنة 2011، اليوم يطلب منه إيجاد حل. هذا الحقيقة شيء غير منطقي. لا، خليني قبل الشخصيات المشاركة أستاذ إسماعيل، مرة أخرى، إذا اتفق المتحاورون في ليبيا على خارطة معينة، على وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل كما سميت، هل لديك تخوف من أنه ستيفاني ويليامز تفرض عليهم ما تريده هي، ما تريده البعثة الأممية؟ يا أخي الكريم، الليبيين شبه مقتنعين يعني إن لم يكونوا كلهم بل جلهم، أن الصيغة التي تتحدث عنها بعثة الأمم المتحدة هي معدة سلفا، وأن الاتفاق التي تنوي بعثة الأمم المتحدة تطبيقه من خلال هذه الحوارات هو اتفاق جاهز. هو شو مسرحية يعني هذه أستاذ إسماعيل؟ ما يجري في تونس مسرحية يعني متفق عليها من قبل. أنا يعني في أحد منشوراتي وصفت هذه يعني ما تقوم به الأمم المتحدة واستجابة بعض الأطراف كما قلت الغير معنية، هي مسرحية هزلية. لا يمكن أن تعاود بعثة الأمم المتحدة أن تستخدم نفس الآلية وتستخدم نفس يعني المعايير وننتظر منها يعني نتائج مغايرة لما حدث في 2014.